ووضع ذلك الخد الطاهر على ذلك التراب الطاهر، فحن النبي وأمن الوصي وأشرج اللبن باللحد وهال التراب، وفاضت عبرات علي على خده. وتمثل قائلا نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لكن هذه ندبة الإمام علي بعد رحيل النبي وعلى كبره، وما هي ندبة الزهراء بعد رحيل والدها؟ صاح يا سنا فقدناك فقد الأرض وآبلها، فاختل قومك فاختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا. صاحت يا ابراهيم قوم من القبر شوف، خانت الأم عودنا ونسيت المعروف، مغدور حقا والوصي والوريس يا ابوي مقصود، نقعد غايب ساعتي ولطمة عيوني الرام يا ابو القاسم امتوني، هجم علي داري وما حد وقف دوني. قلبي يا ابو ابراهيم بعدك ليش أنا شحت من بويا بالمصابي وكثر بالوان، بعدك غصب المرتضى وضيعت يتامى وكسر لعوة سد والصبر. كم ذوبا الصبايا يا مر وقلبي كله يجرون، استاكل بيام الليل يمنعوها من النوم، يا رب كل يوم اخذ
وطلعوا ظلالي أقعد بحر الشميس من حولي الظالي وارجع وعاين من براك يا ابوي خالي ما اشوف ليل نهار غير هموم وكروب وعندي كفيل الدير هالعالم يمينه وبالصبر وصيته يا سلطان المدينة والكل علينا ممتلي قلبي ضيينة البدر أحد وحنين بيهن صبح مطلوب قطعتني يا قلبي اخبرني عن ولدي الحسين اهو حي ام ميت قلت وفي الحسين عظم الله لك الاجر فجعلت تضرب بيدها على صدرها وتصيح وولدا يا بشر وأين الأسرة العلوية قلت لا ظاهر المدينة فاتجهت أم البنين وأقبل محمد يتوكى على عصاه بيده لزم زمام ناقة معي صاحيا لزللت بالصيح أركان البلد أريد نشدك عن أهل البيت ظلمهم أحد قال راح وما بقى منهم رضيع لا ولد غير واحد شفته ويا الحرم لكن عليل توجه محمد إلى زين العابدين هذا وزينب في ذلك الوقت قد وقفت على باب الخيمة وإلى برجل قد أقبل يتكئ على عصاة بيده وهو تارة يقع وتارة يقوم والناس يعظمون له الأجر التفتت زينب لأم البنين قالت من هذا الشيخ المقبل الذي أراه بحالة يرثى لها قالت لها سيدتي أو ما تعرفين قالت لا والله قالت لها سيدتي هذا أخوك محمد فلما سمع زينب اشتاق الحبيب إلى المحبوب فأقبلت تعدو حتى وصلت إلى أخيها فتحت باعها ضمته إلى صدرها ونادت به أخي محمد بأخيك الحسين عظم الله لك الأجر فقد ذبح عصيانا غريبا ظامئا فبشي على محمد ثم أفاض ثم نظر إلى الحضرة فبشي عليه ثم أضاف فرشوا عليه الماء وأضاف ثم نظر إلى وجه الحضرة رآها ناحلة الجسم قال لها أخي زينب أخبريني عما حل بكم بأرض كربلاء محمدين عادي يا يا والقلب الحزن لا خبريني يا وديعة يا يسحل عليكم من مصر نادت والقلب دايب والدمع منها يسير
جاب راسي يوم شفت حسين من دمه غسيل. وانت يا محمد خبير مجرب فراق الاحباب، صاح يا اختي هالمصاب الصابكم كله فضيح. لكن اسمعنا يا زينب عنكم بحال شديد، فوق صدر حسين يا عزيزه صدق ذبح الرضيع. قالت تخضب بدمه وشقت الجيب الربع، صاح يا اختي الخبر جانا يا فعل شيال اللواء. ملك صدر المشرقة وبالعطش رده مرتوى، واسمع يقولون بالأزايد فيضني نوى. قالت اسكت لا سايل واستمع رد الجوى، ان كان تسألني يا اخوك اللي تبوف الجش فغان، فيض الوديان من دم العزى يوم الحن. خوك نساهم حرب صفين واهوال الجمل، لكن انقطعت جفوفه وانجسر فوق الاجرى. صاح يا اختي صدق جاسي معرش بطف كربلاء، وساعة انفاف عمامه على الوطية مجدل. ان كان زفت ولدنا قبل ما تذبح له، وان كان رسلت يا زينب نحضر زفاف الشبه. صاحت محمد يا خويا ليت حاضر لا تسوق، دفه حسين بحريمه والعزة الحفظ. وعقب ساعة صار دم نحره خضاب على الجفوف، شاب متهن تبطي للجفن لابس ثياب. صاح يا زينب خبر شايع وضن هذا بعيد، صاح خبرين الدار بلشت يسوي هويلي، صاح نخبر بالصدق حسرام الأفطاق اليدي. قالت والله دخلنا ومجلس مملينا، رضيعا يا حملت ودائعكم إلى من ليش يعلم ما الوليعة. يا حجة الله متى نسمع صوتك المدوي إلى جانب الفرات، وأنت تنادي يا جداه قتلوك عكشانا، يا جداه قتلوك ضمانا. شي سوي عندما يصل إلى الفرات؟ قالوا كربلاء يغتسل من يصل للافراد، او يخلع النعال او يوقف بجانب المسمع ويشلع بنهايه بالفضل ويذيح لدخان.
ويوقف بقبره يصيح سيال العلم دور. بعد يصير قال يطلع قمر هاشم وبيد العلم والجود شايل الرايه. الله اكبر يا له يوم. يطلع قمر هاشم وبيد العلم والجود مقطوع شفه شايل الرايه بالجنود والسهم في عينه وفاضخ راسه عمود. لبيك نادي يا ولي الله يا مدخول. ويوقف امام المرتضى حان الضغينه مفضوخ راسه مقطع شماله بيمين. القربه بكفه والسهم ناشف وويلاه بعينه ومخه يسيل على الجدف والراس مشطور. يقول له يا ابويا يشتكي العباس للامام علي. يقول له يا ابويا يا ولي الامر ما تشوف على ما يشيب امسك القربه وبرا ولشفوف وافضخ براسي وهذا مخي فوق مكتوب وهاي الجفوف مقطعه والعلم مكسور. اتمنيت بالمعرق لو لهم يتركوني شالت جنود السيف والرايه سنوني ولا سقيط بالخي ولا اميه. يا له يوم عظيم. بعد شي سوي الامام قال يركب جنود المرتضى ويتواصل الراس ويمشي الحجه والعلم شايل العباس ويقصد قبر جد الحسين. صور الموقف صور خروج الامام الفجاه ويقصد قبر جد الحسين وحوله الناس ويدخل الحاير بالبواجي ودمع منثور الشباك والباب او ينزف الذروة ويشلح الشباك والباب. يا ويلي ويشلح الذروة وينزف الشباك والباب ويدخل الى قبر الحجة وداحي الباب. ينادون يلي ظل رمي فوق التراب اطلع ولن الارض منها دمه يفوق ضريحة وتصرخ الأملاك والناس وتطلع بوسط البارية جثة وحسيناه وينشق ضريحة وتصرخ الأملاك والناس الأعظم كثر ما من خيل ينزل.
وقف سلام الله عليه ذلك الموقف المشرف ووطن نفسه على الموت الأحمر قائلا أو مقول على لسانه في ساحة الجهاد المقدس: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتله. يا سيوف خذيني، أخذت منه السيوف ما أخذها، ولكنه كما قال أحد من شاهد: والله ما رأيت مكتوبا عشيرتي قط بعش من أبي عبد الله. إن كانت الرجالة لتشد عليه فيشد عليها فتنهزم عنه أو تفر عن فرار المعزى إذا شد فيها الذئب، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريح، فأنذر أن يسعى على جمرة الوغى بجهد ولا يعطي الدنية من يدي. قال كلمته الرنانة التي بقيت ترن في مسمع الأجيال: هيهات أن أعطي بيدي عطاء الذليل أو أقر إقرار العبيد. وما زال يجاهد ويكامل ويكافح حتى خمد صوته وانطفأ عن النساء ضوءه ونوره. قالت إحدى النساء: ما لنا لا نسمع لابن أمنا صوتا. قالت الثانية: ولا نرى له شخصا. قالت الأخرى: أظن قد حجبت عنا الخيل والرجال. قالت الحوراء زينب وهي أعلم النساء: حاشا لابن أمي أن تحجبه عنا خيل أو رجال، ولكن إن صدق الظن فقد سقط عمادنا. جلسنا في قاعة الخيمة ينتظرنا الحسين، وإذا بالأرض ترجم والسماء تهتز والرياح تهب مختلفة، وإذا قد انكسر عمود الخيمة فتفارن النساء مندهشات. أقبلت الحوراء زينب ومعها لفيف من النساء والأطفال إلى زين العابدين لتخبره بالحادث. يا ويلي يا ويلي، وجدته ممشيا عليه، وفي رواية: قد وضع يدا على الأرض والأخرى قد رفعها نحو السماء. يا ويلي، فرت بدهشة مخدرت حادر الكرار. يم العلي للطيح تجعد وانظر الصار. يا ابن الشمس، غابت هذا الكون مردود، والأرض ترجف والسماء يا سور مدمود. وحسين عهد بشوفة ملاح بالغود، والكون متعطل وضم الفلك ما دا. وجلسي ولقم صدرك وبراضة سنديني، وكشف الستر يا مخدرة من جبال عيني. سفلت كلامه والقلب مشغول ببكى، لما دعايا للفضل بطل ونين الظل يدحب ويصفل على شماله. بيمينه صاحت: اشعل مجاض يا عم ولينا. ايش يا ابو يا حسين، متعب
تقصر بالأرض. يا خبو يا حسين والعالم غصب ماج وضمة أنوار وما بقى للعالم سراج وانصد والنوال محزون لو داج قومي يا محزون استعد الهتك للسار معيهم واتركي باقي الخيام لفضل حرمة ترى العدوان ظلام مجزوم من بعد النهب تنحرق بالنار أوصاك أبويا حسين من بعد العيال وهذا كريمة تمضينا فوق غسال وهسه يا عم الخيل تدهمنا والرجال عندي جمعيهم لا تفر حرمة بالأخماء فرت تنادي والقلب الحزين مجروح تنادي يا سامح حسين تشغلني عن النوم علي ومنارو وين انت لي ميتام خي الصاروك با التفت الى قبر وسط وهو قبر العباس اتقل ابويا ابويا يقولون يا ابن بلي وشقيت لطفوك الله أكبر حزينة كئيبة غريبة تتذكر ما قيل لها يقولون يا ابني باللي وشقيت لصفوف ودارت عليك القوم يا ابني بذان وسيوف يقولون يا ابني باللي وشقيت لصفوف ودارت عليك الزال قام يا ابن بزان وسيوف فوقعت يم المشرق لكن بلا جفوف مفلوخ راسك والدم من جروحك تسيل بني ابو فاضل بني عباس يقولون طفيت النهر وطلعت عطشان يقولون طفيت النهر وطلعت عطشان وارجع ظلامي والقلب يشتغل نيران ما صار مثلك يا ضو عيوني بالاخوان يا لجلك واصل بالمشن هاري مغلق وتلتفت الى النساء وتقول لا تهيجون احزان قلبي يا مسلمي تذمون حالي من تسموني من تسمون ام ابني لو راحوا اثنين وعلي علي ردوا اثنين ان كان بلشتهون جمرتها المجاتي ولا تذكروا لي هالاسم ذايب فاضي الله يساعد قلبك يا ام البنين لا تذكروا لي هالاسم ذايب فاضي وين البنين وكربلاء ضمت أولادي وراعي العلم بالنهار مقطوع
فلن يرجع الحسرة على المهادي. جلس عند رأسها وهي على آخر رمك، آخر نفس، آخر لحظة من لحظات الحياة. خاطبها قائلا: يا بنت أمير المؤمنين ويا بنت فاطمة سيدة نساء العالمين ويا أخت الحسن والحسين، أي ألم تشتكين وأي شيء تشتهين؟ رمقته بطرفها، أوصت عليه وصيتها، ثم غمضت عيناها ومدت يديها وأسبلت رجليها وفاضت روحها الطاهرة. أيوة سيدتها زينب على فراش الأسقام تحن وتصيح، تجذب الونة وتحن لمصاب المذابح، وكل ما عليها زادت العلة والأوجاع. تذكر مصاب الولي مكسر الأضلاع، أو تذكر مشيها على الجمل حسرة بلقنا. بين العدا قامت النسوة تقوم وتطيح، قالها ابن جعفر: يا حرة آل ياسين، من يا ألم زاد المرض من لتولوني؟ قالت: ألم قلبي تذكر فزعة حسين، هذا الذي من لا أبد ما أشوف تفريح. أنا ما قصر علي بالمصايب زماني، تعدد المصايب، ما قصر علي بالمصايب زماني، فقد الأب والأم والإخوة رماني. لطح نصب عيني أهلي وولدي وعماني، وظلت حشايم جرحة من الضيم تجري. ما الذي لقيت يا زينب؟ قالت: من زبر سني فارقت أم الوديعة، ماتت نحيلة والصدر يسفح نجيع، والضلوع منها مكسرة كعبة الشيعة، ومتون الوديعة موشحة والضرب توشيح. وضول شبابي فقدت ابويا وحامي حماي، من عاينة راسه بعيني ما بقرا، ظل يلوج من ونينه لو بحشاي، او ظلت حشاي مجرحه من الضيم تجري. وقلت بأخويا الحسن منهم خلف لي، يا عار الزمان وجرع كاس المنية، بعيني شفت بطش بشبدة منفرية، وظنيت بعد حسين عني الهضم بيزيح. أسار الدهر حالف إلي ما يبقي أنساب، لازم يشيبني قبل موتي بالمصاب. في يوم واحد سحب كل جملة الأحباب، كل من مشى مسلح لخوض الموت تسليح، كل من طلع من خيمته عني مشى وراه،
واحد على سمعه، كل من طلع من خيمته عني مشورة، حتى شفت روس العشيرة بروس. ومات شهيدا مظلوما في اليوم الثالث من رجب الأصب. يقولون المؤرخون وما طلعت الشمس وإذا بالمنادي ينادي بسان الرعلا مات الإمام الهادي. وانقلبت شان وارتفعت فيها أصوات الرجال والنساء بالبكاء، وصارت شبيهة بالقيامة. وخرجت وأخرجت جنازة الإمام، وخرج الإمام الحسن عليه السلام وقد شق جيبه على والده. وخرجت جارية خلف الجنازة وهي تنادي يا يوم الاثنين، يا ويلي أوحش الأمة من قضى العالم المبرور. والأملاك ضجت بالسماء وأظلم النور في أرض سامرة ثوى بدر المسلمين. بالسم قضى نحبة ودليلا جسم شطرين. ليتك يا شيعة تشوف إمامك شابح العين، عند الممات يدير عين بدهر محصور. ينخل عشيرة والقلب فايض لهيبة، يبكي الغرب تونوب لم فارق حبيبه. وابن العزيز الحسن لجل شان جيبه، معذور يشوف بكتر ابوه القبر محفوظ. يا ولي لكن طلعت من الدار الوصي، فبنوح وصياح اتنادي على معد الهواشيم قوضوا راح. وكل من سمع صعد انفاسه وبكى وصاح، وتزلزلت سامرة وبشت في الجنة الحور. وصلى عليه ابن الحسين من قبل ينشاد، جسمه سليم وتدري جد حسين بيحاد. جسمه رمية وراسه يزهر فوق عشال، وابن العليل ينوح فوق الجمل مذعور. ليتك يا شيعي شفيت حالة ذيل العباد، فوق الجمل مغلول ومصفد بلقيات. ينظر العمات وخواته باللوغات، كل من عليه ضاحك وشامت ومسرور. لفيف من الأيتام لكي تنظر ماذا صنع أهل الكوفة بجثمان الحسين.
يا ويلي جد الحزين المعركة ويا النساوين أو ظلت تحوم على الجثث وتدور حسين تبكي على واحد واحد تخر عنده واحد تشيل الزايان عن جسمه وتمده وهذا عن الرمضة تجي وتشيل خده وهذا تشم نحره وتهلم دامع العين او سكنة ناديها يا غاية اما انتحل جسمي والجبد من اللي تفطرت وزاد همي أبسألك في وين أخوتي وأولاد عمي الأكبر علي وجسام مدري وقع في وين بني بني أزعجتنا لا تعدي اسماهم يا شيخ نيزيد الأمصار نزف الدم غيار محاسنهم والتراب ما ينعرف جسم الكهل منهم ولا الشاب كلهم على حر الثرى من غير تكفير ويا لها شاعة وصلت فيها زينب إلى جثمان الحسين وصلوا لعند حسين يا شاعة القشرة هذه تحب رجله وهذه تشم صدره وزينب تخضب شيبها من فيض نحره وتصيح ضيعت اليتامى يا ضي العين شاع ولن الخيل وصلتهم والرجال ونادوا يا زينب نحي ايتامك والاطفال بنجيب هالساعة لجيس محسين شيال ابن سعد امرنا ندفن لا تخافي صاحت يا الكوفان خلوا فرنساعة خلوا اليتامى والحرام تقضي وداعة انا اجري بعزمكم جيت وجرضوا واضلاعة خافوا من الله لا ترضوا جثة حسين حمك الله الفايز اتنحت وعبرتها على خدها جرية اتنادي شبيد يا غريب الغاضري تركب على صدرك يا خويا العمر عليه السلام نادى قنبر علي بسيفي ذي الفقار جاء إليه بسيف لبس قميصه الأصفر ولماذا
لعله حانت منه التفات نظر الى حمرة العين ونظر الى الزهرة وقد كسر منها ضلعان. صاح عجل يا قمر سيفي المتار جيمة ترضى الوديعة لو اشب نار الحيمة. والله يا زهرة كان شلت السيف زعلان لفني الامة الخاطر شوارج الاكوان. والله لذلل هالارض بالانس والجان لاجلك وخلع على الملا ساعه عصيب. والله يا زهره جان شلت السيف واقوم ما تسمعين على المنابر عقب هاليوم. بسم النبي المختار عندك يصح معلوم وظل يرتعد والغيظ يتوقد لهيب. وهاجي العزم بيه وشهر بثاره وسار وقالها يعرفوني انا حيدر الكرار. لا اجبن صايبني ولا الشي قلة انصار حقك بحد السيف يا ام حسين الغيبة. لكن صاحت رضيت صبرا عن صار بيت. واسمع بذكر المصطفى صبح ومسية مطول لي بعد النبي واطلع من الدنيا كئيب. ما سكن غيظي وانسنت ست النشاوي او لزمت بدي هوي قلب الحسن وحسن. طاحت يا حيدار جسكن الخاطر السبطين ولنها على الوجنات غبرات السجيمة. مكشورة الأضلاع ودت لعزينة بتقلها بقلب مرتاح. قومي لابوك المرتضى روحي بلقنا. طلعت تجرذيل الحية ذيك النجيمة. لكن شلون علي لما نظر الى زينب تلك الحالة حاسرة القناع بس ما لحظها سكن غيظة وذب لفقا وضمها لصدره والدمع بالخد مساء وقالها يا بنتي ما اقدر انظر بك بالاخمار. ردي يا بنتي القلب زيدتي لهيب. ولهذا بعض المؤمنين ينظم هذا المعنى. ظلت تناغي ظلت تناغي إذا غل النحيب. ظلت تناغي
فيه ذا غل النحيم ذوبت لحشاي دسكت يا غريب يا قطيع الكف يا ابو خد التريب يا عديل الروح وصفه ينشم والكريم اللي تلالك القمر يشبه المصباح في بيت زار ينضرب الغاضية بالحجار يا عزيزي مدمعي لجلك همول حجر نتربي صدر نتربي بحجري والرسول عجب والله فوقه تجري الخيول نعم لقد بكت الزهراء على ولدها الحسين منذ صغره ولكن اشتد بكاؤها وغضم مصابها في الليلة الحادي عشر من المحرم حينما نظرت إلى ذلك العزيز الطائر وقد قطع رأسه ورم صدره وقطع إصبعه وهو مخضب بدمائه أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أخضب شعري يا فاطمة خذي ونأخذ يا لها ساعة يقولون ضم النبي ولده الحسين إلى صدره بني من الذي قطع يدك اليمنى وثنى باليسرى قال يا جداه قطعهما الجمال قال ما لي ولك يا جمال تقطع يدين طالما كنت أقبلهما مرارا عجيبا مليمن الذي قطع خنصرا قال بدل ابن سليم ذلك الرعديد الزمان الذي جاء إلى الحسين فقطع إصبعا فعل بدل يا خلص ما صار مثل ولا جرى يهيج احزاني علي يزت قلبي من الجرى ما كفى تنقيع اوصال ولا حز الوليد ولا ترضب جثة بخيل العدى فوق الصعيد عاين الخاتم يلوح بخنصرة يوم الشهيد جامد عليه الدماء واحنا يحز بخنجرة وعلى التكريح قلبي قطع جمال الاسقوف عاين بالله على التربان من ضرب السيوف عاين الدكه ولزمها وما دخل قلبه الخوف ما درى عناية الله ولا هد السم صبره مد بوسكنا يمينا قطعه ومد الشمال رد براحه والاكوان تزلزلت والعر اسمه نزل خير الرسل طه والوصي فحل الرجال والحسن والزاك يمه والشعور من الشرى ضمه الهادي لصدره والبتوا لما تصيح قعد والراس بيمينه يصيح يا جد الرسول ابشكي يا حوالي لابويا المرتضى وام البشور رضوا العدوان صدري على الثرى بدوس
وصارت الخيول وشعلوا براسي وروس اهلي وخواتي مسحر ضمه الهادي لصدري والبتول لما تصيح مهجتي ناقل يخلون كرمية بلا ضريح مو يرخصني مخلوم شعري بدم اللميح كيف يا ابني زينب تخليك مرمي على السرح قال مرت بي وشافت جسمي بدم غسيل غصب عن جسمي خدود دمها يجري ويسيل خرت من الجمل لو داعي وصخر بالرحيل ناظرت لكن يا يمي باليتامى الخير صاحت من الوالد وتعبت وتعبت مرضى من سهري طول الليل طول الليل ويا ما ظنيت تظهر لك رغاياك ويقطع كريمك من قفاك تقل لها سيدتي زينب أنسيت من وهدته الشمس ثلاثة أيام مكبوب على حر وجهه ثم تنادي الرباب وضيعتها أمديت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاب عاينتها ظلمة خلي بيوت لحمة وحياة راسك يا غديل الروح يا حسين من يوم غاشر بالمحرم يا ضي الغيب ما غمضت عيني ولا بطلت لونير كل ساعة تتخيل ببالي يا ابن الأمزاء ما غاب عن عيني خيالك يا حبيبي يا نور عين انقطع من وصلك نصيبي العين داري واغلق الماء وتجلس مع سكينه بحر الشمس وتنوح وتزيد عمرته ومن هالقلب مدروح تنادي يا بنتي عقوب عزك وين انا اروح وحسين ضيعني وفت قلبي بهالمصار وزينب تناديها تقومي بهاليتيمه تموتون من حر الشميس والله عظيمه عقب ذبح ولي وذبحة فطيمة لهجر يا نور العين داري واغلق الماء لزم زمام ناقة معي صاحية اللي زللت بالصيحة أركان البلد أريد
بن عليل. توجه محمد الى زين العابدين، هذا وزينب في ذلك الوقت قد وقفت على باب الخيمة، واذا برجل قد اقبل يتكئ على عصاة بيده وهو تارة يقع وتارة يقوم، والناس يعظمون له الاجر. التفتت زينب لأم البنين قالت: من هذا الشيخ المقبل الذي أراه بحالة يرثى لها؟ قالت لها سيدتي: أوما تعرفين؟ قالت: لا والله. قالت لها سيدتي: هذا أخوك محمد. فلما سمعت زينب اشتاق الحبيب إلى المحبوب، فأقبلت تعدو حتى وصلت إلى أخيها، فتحت باعها ضمته إلى